في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2018-2019 قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بجولة شملت المدرسة الابتدائية الإعدادية للبنات بمنطقة الملكية وموقع إنشاء المدرسة الابتدائية الجديدة بمدينة حمد، حيث اطمأن الوزير على الاستعدادات للعودة للمدرسة في 2 سبتمبر المقبل. بالنسبة لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والتاسع منه بالنسبة للطلبة، خلال جولته في مدرسة الملكية اطلع الوزير على الاستعدادات الجارية لتشغيل المرحلة الابتدائية فيها خلال هذا العام بعد أن تم تشغيل المرحلة الإعدادية العام الماضي، حيث تستفيد من هذه المدرسة أكثر من 1000 طالبة من منطقة الملكية والمناطق المجاورة. كما قام بزيارة إلى موقع إنشاء المدرسة الابتدائية الجديدة بمدينة حمد وتفقد سير العمل في هذه المدرسة التي تم استخدام مواد صديقة للبيئة في بنائها، إلى جانب توفير وسائل المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة. بهذه المناسبة أشاد سعادة الوزير بالدعم الذي يوليه جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد للمسيرة التعليمية وتقديم كافة الإمكانات اللازمة لتشييد المدارس وفق المواصفات العالمية بالشكل الذي يتناسب مع المشاريع المتطورة التي تنفذها الوزارة من أجل الارتقاء بالمخرجات التعليمية، شاكرا الجهود التي بذلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء المدارس الجديدة والمباني الأكاديمية والمرافق في العديد من المدارس بكافة المحافظات. الجدير بالذكر أن المدارس الصديقة للبيئة تتميز بعدة مميزات، منها توفير الطاقة والحفاظ على البيئة والقدرة على التوسع المستقبلي، إضافة إلى استخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية.